ما هدف سورة البقرة وما أهم موضوعاتها؟ هدف سورة البقرة أن تكون تقيا مسارعا للخيرات. موضوعاتها عبارة عن 6 موضوعات بست مراحل. المرحلة الأولى تعليم للتقوى مباشر، وده 29 آية. المرحلة الثانية تعليم بالتقوى غير مباشر، وده 112 آية، واخد 3 نماذج: قصة إبليس، قصة بني إسرائيل، قصة إبراهيم. تعليم تطبيق هذا على النفس، وده 5/4، وتطبيق على الأسرة، وده 40، تطبيق على المجتمع، دول 5/4، واختبار أخير. الجزء الأول والثاني 29 و112 دول عن الجزء الأول. التطبيق على النفس والأسرة والمجتمع والاختبار الأخير دول عن الجزء ونص. أقول أعوذ أستغفر الله. موضوعات ربع تأمرون الناس بالبر. قصص بني إسرائيل في سورة البقرة 13 قصة. أول قصة في إقامة حجة، وستة في عهد الأنبياء، وستة بعد الأنبياء. في الربع دوت عندنا 4 قصص من 13. أول قصة إقامة الحجة، إن ربنا إداهم العهد إجمالا وتفصيلا. هم أمروا الناس بالبر ونسوا أنفسهم. ربنا قال لهم الحل للصلاة، وما فيش صلاة من غير خشوع، وما فيش خشوع من غير 3 شروط: أن تظن أن ملاقي ربك، وتذكر نعمة ربك، وتعرف أن ربنا غضب عليك، مش ممكن حد ينقذك. بعد كده 3 قصص أيام الأنبياء، ربنا نجاهم من البحر وانتقم من فرعون وهم بينظروا، وبقى النتيجة عبدوا العجل فربنا انتقم منهم. تاني قصة خدوا 70 يعتذروا ربنا، أما هم رايحين يعتذروا عملوا جريمة اللي هي أرنا الله. تالت حاجة ربنا قال لهم ادخلوا القرية وجاهدوا في سبيل الله، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. دول 3 قصص العصيان اللي موجودين في الربع. جزاك الله خير. تفسير ربع أتأمرون، في 4 قصص: قصة إقامة حجة، وثلاث قصص عصيان في حياة الأنبياء. نبدأ بالقصة الأولى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. من يديهم يا أبناء إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام. طب ليه بيناديهم بأبناء يعقوب عليه السلام؟ لأن هذا فيه عتاب لهم. إيه العتاب اللي فيهم؟ يعني يا أبناء الرجل الصالح كيف تعصون الله؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. إن نعم ربنا أنعم عليهم نجتهم من فرعون، ولو لم ينجوا من فرعون لأبيدوا عن بقرة أبي. ونجتهم من البحر، ونجتهم من الصحراء، ونجتهم من الأعداء، نعم لا تعد ولا تحصى، لولا المية والمن والسلوى كانوا ماتوا في الصحراء. طيب أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. طب إيه العهد اللي ربنا خدوا عليهم؟ 3 حاجات: الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. العهد ده موجود منصوص عليه في القرآن في سورة المائدة الآية رقم 12. قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعث منهم 12 نقيبا لئن أقمتم الصلاة، هذه أول عهد، وآتيتم الزكاة، تالت عهد، والتالت وآمنتم برسلي وعزرتموهم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أوفي بعهدكم، ده العهد بتاعهم، إن ربنا هيكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وإياي فارهبون، يعني ما تخافوش غيري فقط، لا تخافوا الفقر، لا تخافوا الأعداء، خافوني وحدي وافعلوا ما عهدتم به وأنا سأؤمنكم وأنصركم. طيب ده أول نعمة ربنا أنعم عليهم، ذكرهم بالعهد إجمالا وتفصيلا ونعم الله عليهم. طيب النعمة الثانية ذكرهم بالعهد بقى تفصيلا مش إجمالا، تفصيلا. إزاي؟ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. آمنوا بما أنزلت يعني آمنوا بالقرآن مصدقا لما معكم. القرآن بيصدق كل الكتب السابقة في 4 حاجات: أول حاجة أصول الإيمان الستة، أركان الإيمان الستة. كل الكتب السماوية زي القرآن بالظبط اتكلمت على الإيمان بالقدر، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالتوحيد، توحيد الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. كل الكتب اتكلمت على نفس أركان الإيمان الستة.
تاني حاجة القصص، جميع الكتب السماوية فيها قصص زي قصص القرآن بالظبط. تالت حاجة أصول العبادات، كل الكتب السماوية فيها صلاة وزكاة وصيام، وتختلف الطريقة من شريعة لشريعة. آخر حاجة كل الكتب السماوية نبأت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمر وبشرت بوجوده، فجاء القرآن مصدق لما معهم، فلو اللي يكذب القرآن يبقى كذب التوراة. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم. طيب عشان يؤمنوا بقى بالإيمان الكامل اللي هو أول عهد لازم تعملوا ثلاث شروط. أول شرط إيه؟ ولا تكونوا أول كافر به، ما تكفروش به كفر كبير جدا، فإيه اللي يحصل؟ فالناس تتبعكم في الكفر دوت. وفعلا هم كانوا أول كافر بالقرآن وأكتر واحد كان بيدعم الناس ضد القرآن. ثاني حاجة ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ما تشيلوش آيات من التوراة عشان تحافظوا على الفلوس وتحافظوا على المناصب، وللأسف هم خلفوا ده كمان، حذفوا الآيات اللي فيها صفات النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحافظوا على رياستهم ورواتبهم. طيب الشرط الثالث واللي أقل حاجة بقى، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ما تجيش على آية حق في التوراة وتروح مغير فيها كلمة وكأنك لبست الحق بالباطل، جيت على الباطل حق ولبسته باطل. وده حصل في الفعل للأسف، جم على آية الرجم وعملوا إيه؟ شالوا كلمة الرجم ولبسوها الجلد والتحميم، وجم قدام النبي عاوزين يعملوا نفس الحاجة. لولا عبد الله بن سلام قال لهم ارفع إصبعك، شيل إصبعك، فرفع إصبعه لقى كلمة الرجم مفيش جلد وتحميم. فالناس دي ما وفتش بالثلاث شروط، والشروط دي مترتبة حسب الأكبر فالأقل فالأقل. كان أول كافر بالقرآن كله، شالوا آيات عشان كاملة عشان يشتروا بيها مال الدنيا، ولبسوا الحق بالباطل وحطوا آية مكان التانية. طيب وإياي فاتقون. طيب السؤال بقى ليه جاه في أول الربع وإياي فارهبون وجاه في تاني الربع وإياي فاتقون؟ ليه دايما في القرآن تأتي الرهبة أولا وبعدين القرآن التقوى ثانيا؟ الكلام ده بيحصل موجود مقرر في القرآن. زي ايه؟ زي في سورة ربنا بيقول فيها وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. دايما يرهبون تيجي الأول وتتقون تيجي الثاني. طب ليه؟ لأن التقوى لا تكون إلا بعد خوف الله تعالى. فالإنسان بيخاف ربنا وبعد كده بيتقي، يعني بيبعد عن المعاصي. التقوى هي البعد عن المعاصي بسبب الخوف. طيب يبقى خدنا العهد إجمالا والعهد تفصيلا. طب هم عملوا ايه بقى؟ دخل عملوا ايه؟ نكمل بس العهود الثلاثة، احنا خدنا الإيمان بس تفصيلا. طب العهد الثاني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة لازم تصلوا الصلاة في معادها كاملة، وتؤتوا الزكاة لازم تأدوا الزكاة كاملة، وإياي واركعوا مع الراكعين لازم الأعمال دي تكون أعمال جماعية. حرام الراجل يصلي لوحده ويترك الجماعة، حرام لازم يصلي مع جماعة. طيب ده العهد إجمالا والعهد التفصيل. طب هم عملوا إيه بقى؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله. جزاك الله خير. ماذا فعل بنو إسرائيل بعد النعمة العظيمة اللي هي نعمة العهد الذي علمهم الله إياه إجمالا ثم علمهم تفصيلا؟ إن هم النعمة دي لم يشكروها. ليه؟ خالفوا العهد، كانوا أول كافر به واشتروا بآيات ثمنا قليلا ولغوا آيات النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجة لبسوا الحق بالباطل وشالوا أحكام من التوراة وحطوا أحكام بتاعتهم، زي مثلا الرجم شالوه وحطوا الجلد والتحميم. طيب لقوا الكارثة فين بقى؟ الكارثة إن كل يوم سبت الأحبار اللي عملوا المصايب دي يطلعوا للناس ويأمروهم بالبر وخوف الله تعالى، دي الكارثة. فربنا بيقول لهم أتأمرون الناس بالبر والخوف من الله والأعمال الصالحة وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟
يعني انتوا عارفين الكتاب وعارفين النار وعارفين العذاب، ازاي تأمروا الناس بالخوف وانتوا ما تخافوش؟ وبعدين دلهم على العلاج، العلاج الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة هي التي ستغير حياتك وتشيل مشاكلك كلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة، مش راح لا، فزع إلى الصلاة. فكل ما أردت أن تغير حياتك وحسيت أن حياتك وحشة وأن فيها معوقات وأن فيها فقر وأن فيها مرض، افزع إلى الصلاة. طيب إيه اللي يمنعك من الصلاة؟ يبقى لا صلاة إلا بخشوع، يبقى علاج الصلاة الخشوع. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. دايما اللي هيصلي واللي هيحب الصلاة يكون خاشع لله. إيه الفرق بين الخشوع والخوف؟ الخوف أنا بخاف من الحاكم الظالم، بخاف من البلطجي، ولكن لا أخشع له. لكن مع ربنا أنا بخشع له، بخاف مع محبة. الخشوع خوف مع محبة. طيب كيف يأتي الخشوع؟ بثلاث أدوية لازم يجوا مع بعض. أول حاجة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، تظن أن أنت تقابل ربك وربك هيسألك على كل صغيرة وكبيرة. تاني حاجة ويا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. دي تاني حاجة، تتذكر نعم الله عليك وأنك لا نجاة لك إلا به ولا نعمة إلا منه، ما تقدرش تستغنى عنه، بتخاف منه عشان هتقابله ويحاسبك وما تقدرش تستغنى عن نعمه. الشرط الثالث انك تعرف ان لو ربنا غضب عليك محدش هيشفع لك ولا حد هينجيك. فلو واحد ربنا غضب عليه وابنه عاوز ينجيه عشان ابنه صالح مش هيعرف ليه. يا وقال الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لو ابنه ده وقف وقال يا رب خدني مكان ابويا ربنا مش هياخده. ليه؟ لا تجزي نفس عن نفس شيئا. طيب ابنه هيقول طب اشفع يا رب، انا بشفع لكل الناس، عاوز اشفع لابويا اللي انت غضبان عليه ده. ولا تقبل منها شفاعه. ليه؟ لان ربنا لا يقبل شفاعه الا لمن ارتضى. طيب يبقى ابني وقرايبي ولادي والطلبه بتوعي مش هينفعوني، لان ربنا ما بيجزيش نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه، ولا بيقبل منها شفاعه. طب هل انا ممكن انقذ نفسي؟ لا مش ممكن تنقذ نفسك. ليه مش ممكن تنقذ نفسك؟ لان لا يؤخذ منها عدل. لو انت افتديت نفسك بما في الارض جميعا لا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون، ومهما تنادي على اهل الجنه مش هينصروك ولا هيديك نقطه ميه حتى. يبقى اخوانا دي القصه الاولى لقصه اقامه الحج. ربنا ذكرهم بالعهد اجمالا وتفصيلا، وبعد كده ذكر ان هم امروا الناس بالبر وخلفوه، وبعد كده قال لهم الحل في الصلاة هي اللي تغير حياتك، والصلاة دي مش هتيجي غير بالخشوع، والخشوع ده مش هيجي غير بثلاث شروط. اول شرط انك تعرف ان ربنا عطاك قدامه ويحاسبك. تاني شرط تذكر نعم الله عليك وان انت ما تقدرش تستغنى عنها لحظة واحدة. تالت شرط انك تعرف لو ربنا غضب عليك في ذنب واحد مش هيقبل شفاعة فيك ولا انت هتعرف تنقذ نفسك. يبقى كده خلصنا القصة ديت. كده خدنا اول قصة من قصص ربع تأمرون. قلنا فابو تأمرون في اربع قصص، ربنا علمهم الميثاق وعلمهم عقوبة المخالفة وعلمهم ازاي بيتغيروا حياتهم بالصلاة والخشوع. طب هل عملوا كده؟ لا ما عملوش. لو كانوا اهتموا بالصلاة والخشوع كانوا زمانهم قطعوا. للأسف لما ما عملوش عملوا 12 معصية، 6 معاصي منهم في حياة الأنبياء والستة تانيين بعد انتهاء الأنبياء. انتهت أنبياء بنو إسرائيل بعيسى عليه السلام، بين عيسى والنبي كانت فترة من ليست فيها أنبياء. طيب ايه الست قصص دول؟ أول قصة ربنا أنعم عليهم ثلاث نعم كبار جدا. أول نعمة وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. نجيناكم من آل فرعون اللي بيعذبكم أشد العذاب. يسومونكم يعني يعذبكم أشد العذاب. إزاي كان بيعذبهم؟ يستحيون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. كان الفراعنة بيخش على الراجل وقاعد مع مراته وعياله، ياخد أبناء الذكور يذبحهم قدام عينيه، وياخد بناته الجميلات ويستحييهم في قصوره
ويقول له بنتك هتنام عندي مع الحرس بتاعي. فكان الراجل مقهور على ابن اللي بيتذبح وبنته المزلولة. يستحيون يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. دي أول نعمة ربنا نجاهم من أشد العذاب. النعمة الثانية وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. النعمة الثانية إن ربنا انتقم لهم قدام عينيهم. فرق إن أنا أخد لك حقك وأنت مش موجود وفرق إن أنا انتقم لك من اللي ظلمك وأنت موجود. النعمة الثالثة وإذ وعدنا موسى 40 ليلة عشان يجيب لكم الكتاب. كانوا 30 يوم وربنا أراد أن يكافئ سيدنا موسى فزودهم 10 أيام ليجعله في لذة الصحبة ولذة المعية مع الله تعالى. طيب نتيجة الثلاث نعم دول ايه؟ راحوا سمعوا كلام السامري اللي عامل فيهم شيخ ومعه 300-500-600 واحد واتخذوا العجل وعبدوا العجل. بنو اسرائيل انقسموا 3، قسم مع هارون ودول عدد قليل ودول رفضوا عبادة العجل، وقسم مع السامري ودول كانوا رجالته، والقسم الباقي كله سكت، معظم الاثناشر قبيلة سكتوا. فاللي ساكت ربنا اعتبره عبد العجل مع اللي عبده بالظبط. ثم استخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. طيب دي كارثة، ازاي ربنا ينعم عليكم النعم دي كلها وبعدين تتبع واحد ضال؟ لان هم كانوا مرتبطين بالشخص مش مرتبطين بالمنهج. لذلك تلاقي اول ما موسى جه غيروا على طول وسمعوا كلام موسى. هم مشكلتهم ان ما عندهمش منهج، عندهم شخص بيطوعوه خلاص، زي الصوفية كده لو شيخهم قال لهم اي كفر بيصدقوه. احنا بقى لازم نتعلم درس ان احنا ما نرتبطش بالاشخاص ونرتبط بالمنهج. فلو الشخص اللي معانا ضل احنا ما نضلش. المهم ان ربنا خلى اللي مع السامري اللي كادوا يقتلوا هارون، قال هارون كادوا يقتلونني. طيب جاء سيدنا موسى وربنا بيقول ثم عفونا عنكم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ طب إزاي بقى ربنا عفى عنهم؟ ماذا حدث بعد أن عبدوا العجل؟ بعد أن عبدوا العجل ربنا تاب عليهم ونجاهم. قال الله تعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. طب ايه اللي حصل بقى وكيف عفى الله عنهم؟ واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان. ربنا ادى سيدنا موسى الكتاب اللي هو التوراة والفرقان السنة بتاعت موسى اللي بيفسر بيها القرآن. كل نبي من الانبياء جاب كتاب وجاب سنة، السنة عشان يفسر القرآن. زي النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالكتاب والحكمة، الحكمة اللي هي السنة والكتاب اللي هو القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فالكتاب زي الفرقان، الاثنين مهمين جدا. وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. يبقى ده أول حاجة موسى قالها بعد ما راح لهارون وشد لحياته وجره، فقال يا أمي لا تأخذ بالحياة، يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وقال له أنا أعمل إيه؟ وكادوا يقتلونني. فساب سيدنا إبراهيم سيدنا هارون عليه السلام وراح للسامري وعرف الجريمة اللي عملها وقال لهم الحكم. قال يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى الله فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فأمر بني إسرائيل يقتلوا 500-600 واحد اللي كانوا مع السامري. أما السامري خلاه يموت كل يوم 1000 مرة. إزاي؟ السامري ده كان بيعشق الرياسة، فحرم منها وقال له إن لك أن تقول فيها لا مساس. طردوا في الصحراء، فضل ماشي يكلم نفسه وعاش في وحدة، والناس اللي دخلت السجن
عارفة يعني ايه حبس انفرادي؟ الحبس انفرادي ده اشد انواع التعذيب على الاطلاق، ان الواحد يبقى لوحده. فضل السامري لوحده لحد ما مات. والسامري ده برضه عشان ناخده فكرة عنه، ايه بقى قصته؟ قصته ان السامري ده كان طالب علم عند سيدنا موسى عليه السلام، واتعلم حبتين منه كده وبعدين ساب العلم. وده اخطر نوع، النوع اللي يتعلم شوية وبعدين يسيب العلم. السامري اما بيحكي لموسى بيقول له: فقبضت قبضة من اثر الرسول، انا اتعلمت شوية منك وانت بتعلمنا الدين، فنبذتها. فانا قلت لا، انا كان لي بدماغي احسن وسيبك من علم الشرعي. اخطر واحد على الاسلام انصاف المتعلمين، لانه بيعمل نفسه شيخ وبيقعد يحكم بالناس كانه شرع، وبيحكم بالناس بغير شرع الله، ويسمي ده حكم بما انزل الله، ويحارب الملتزمين ويحارب اهل العلم ومفكر نفسه ده دين. المهم السامري قبض قبضة من اثر الرسول، يعني خد شوية علم من موسى فنبذتها، وبدأ يمشي بدماغه. واستغل ان موسى عليه السلام ساب القبيلة، فبدأ يجيب الاتباع بتوعه اللي هم بيعظموه، وقال لهم لمول الذهب اللي انتوا سارقينه من الفراعنة، وعمل بيه عجل وليه فتحتين له خوار، وقال لهم: هذا الهكم واله موسى فنسي. وللأسف بنو إسرائيل سكتوا عليه وهو بيهجم على هارون وكان هيقتله. المهم سيدنا موسى قال لهم: انتوا ظلمتوا انفسكم باتخاذكم العجل. كل اللي سكت وكل اللي عبد العجل اتخذ العجل، لان الساكت على الشيء كانه فعله بالظبط. والدليل على كمان قصه سيدنا صالح: فذبحوا الناقه. هل اللي ذبح الناقه دول كلهم؟ لا، ده واحد منهم، اذا انبعث اشقاها. ولكن الراضي والساكت بيتحول دايما كانه عمل بالظبط. طيب اللي بعد كده في ايه؟ فقال لهم: اقتلوا انفسكم، اقتلوا الانفس اللي عبدت العجل. طب والناس اللي سكتت؟ الناس اللي سكتت دول سيدنا موسى جمع منهم 70 واحد وقال لهم: ربنا اذلكم انكم تروح وتعتذروا عن سكوتكم على عبادة العجل، فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم لعلكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. طيب دي اول جريمة وازاي نجوا منها. الجريمة التانية: السبعين راحوا لربنا عشان يعتذروا. طيب اما راحوا ربنا عشان يعتذروا، ايه اللي حصل؟ عملوا جريمة كبيرة جدا تانية. ايه الجريمة التانية؟ واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. دي الجريمة التانية. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. فربنا بعت ملك الموت نزع أرواحهم وهم بيشوفوا. تخيل إنسان ضاق وتألم ولقى ألام الموت الضخمة جدا دي، فكانت عقوبة رهيبة لهم يعني. طب بعدين سيدنا موسى عليه السلام وإيه؟ بدأ يقف ويستغفر ربنا لهم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. فما استغفر لهم سيدنا موسى، اللي حصل ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. من أكبر الحاجات المحرمة إن الواحد يطلب من ربنا يغير أفعاله ويعترض على أفعال ربنا. قال الله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. وقال تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. أكبر جريمة يرتكبها إنسان ان يعترض على افعال الله ويفرض على الله افعال ويطلب رؤية الله، مع ان رؤية الله في الدنيا مستحيل، رؤية الله في الاخرة فقط. طيب بعد ما تابوا بقى، وبعد ما سيدنا موسى استغفر وتاب، ايه اللي حصل؟ فبعد وظللنا عليكم الغمامة وانزلنا عليكم المن والسلوى.
كانوا ماشيين في الصحراء والحر شديد جدا عليهم، فربنا بعت لهم غمام يطلع فوق ال 12 قبيلة عشان يحميهم من حر الشمس. طيب فجاعوا، فربنا كان بيرسل لهم المن. المن كان دقيق بيطلع الصبح على أوراق الشجر، بينفضوه من على الشجر ويجمعوه في ملايات كده ويعجنوه وياكلوه. والمن دوت نوع من الطعام الجميل جدا، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه الكماءة من المن. فقالوا لسيدنا موسى احنا مش هيكفينا العيش، احنا عاوزين حاجة تانية ناكلها بيه. فربنا بعت لهم ريح فيها نبات اسمه السلوى، نبات حيوان بحري، وهم بدأوا يصطادوا فيه، فكان الحيوان بينزل ومليان لحوم لأنه بيتغذى على الأسماك، ده السلوى. طيب والكلام ده موجود في الإصحاح التاسع من سفر العدد، موجود في الكتاب بتاعنا الإتقان في تفسير سورة الكهف. ده العصيان التاني. القصة الأخيرة في هذا الربع إن رب بعد ما نزلوا وبعد ما خلاص تابوا إلى الله وربنا رزقهم بالمن ورزقهم بالسلوى ومن عليهم بنعمه، قالوا إحنا زهقنا من الصحراء وعاوزين نخش بلد نعيشوا فيها. فربنا فرض عليهم إن هم يجاهدوا في بيت المقدس ويكافحوا. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. وبعد ما تنتصروا، ربنا بشرهم بالنصر، قال لهم بعد ما تنتصروا هتدخلوا الباب تسجدوا على طول. ورغم ان ربنا بشرهم بالنصر وقال لهم هتنتصروا وانتوا داخلين اسجدوا واستغفروا، طب يستغفروا ليه؟ دول مجاهدين في سبيل الله. اي عمل صالح انت بتعمله السنة ان انت تستغفر بعديه عشان ربنا يتقبله منك. فبعد الصلاة اول دعاء بتقوله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد في عم بشره بدخول مكة قال اذا جاءك نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره. طب النبي والصحابة يستغفروا ليه؟ دول بيكافحوا في الجهاد عشان ربنا يتقبل منهم الجهاد. والحجاج بعد عرفوا بعد ما يخلصوا ربنا امرهم ان هم يستغفروا الله. فبعد كل عباده لازم تستغفر ربنا عشان ربنا يتقبل منك. طيب فالناس دول سالوا قالوا مين جوه الارض اللي احنا هنحاربهم؟ موسى قال لهم العماليق. قالوا لهم ايه؟ بدل ما يقولوا سمعنا واطعنا وده الميثاق اللي هم واخدينه قدام ربنا وماخدينه في التوراه واخدينه الجبل فوق دماغهم، بدل ما يعملوا كده قالوا سمعنا وعصينا. وقالوا له اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدل سمعنا واطعنا بقت سمعنا وعصينا، اذهب انت وربك فقاتلا. فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، رجز يعني عقوبه شديده جدا من السماء. ايه هي العقوبه دي؟ قال الله تعالى فانها محرمه عليهم 40 سنة. طيب ده في ايام سيدنا موسى. وفضل سيدنا موسى وبني اسرائيل ملعونين، بني اسرائيل في الصحراء تايهين، ومات سيدنا موسى في الصحراء ومات الجيل العاصي ده في الصحراء وطلع جيل جديد. مين اللي يمسك بني اسرائيل؟ الفتى بتاع موسى اللي ملازمه بيتعلم منه اللي هو يوشع بن نون. فيوشع بن نون ربنا بعت له نفس الامر تاني، قال له امرهم بالجهاد ودخول بيت المقدس وبشرهم ان هم هينتصروا، ولما ينتصروا يخشوا الباب سجدا ويستغفروا ربه ويقولوا حتى يعني حط عنا خطايانا يعني يستغفر ربنا. سيدنا يوشع بن قال لهم كده، قال لهم هتسمعوا الكلام ولا تبقوا زي اجدادكم اللي اتلعنوا في الصحراء؟ قال لا هنسمع الكلام. وهجم سيدنا يوشع بن نون بجيشه على العماليق اللي جيشهم كبير جدا، وفعلا اوشك ان هو ينتصر عليهم. بس في نفس الوقت الليل قرب، ولو الليل دخل العمالقة هيستعيدوا قوتهم تاني لان بلادهم مليانه خير. فوقف سيدنا يوشع بن نون وبص للشمس وقال لها انت ماموره وانا المامور، فامرها ان هي ما تغربش لحد ما ينتصر. وفعلا اليوم ده طول جدا لحد ما العمالقة استسلموا واسرهم سيدنا يوشع بن نون ودخل بيت المقدس
أول ما دخل سجد وقال حط يعني يا رب حط عنا خطايا. يتبقى بقى جزء كبير من الجيش ما عملش كده، فبدل الذين ظلموا من الجيش قولا غير الذي قيل له، بدل ما يقولوا حطة قالوا حبة حنطة، وبدل ما يسجدوا راحوا قاعدين دخلوا قاعدين وعلى استهم. فبدل الذين قول ظلموا غورا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عن الذين ظلموا رجزا من السماء طاعون دمرهم كلهم. يبقى العصيان ده حصل مرتين، مرة حصل في حياة سيدنا موسى ومرة حصل في حياة يوشع ابن نون. قل قولي هذا واستغفر الله لكم. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب إتقان تفسير سورة البقرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني.